قانون رقم 9، اكسب من خلال اعمالك وليس من خلال النقاش. بمعنى حاول تكسب دايما وانت بتشتغل، تكسب من شغلك، يظهر ويبان شغلك مش كلامك بس. يعني ما يكونش كل كلامك ملوش اي اساس في العمل، لا انت تشتغل وهو ده اللي يكون اكبر رد وافضل رد على الشغل نفسه، هو عملك، هو الشغل اللي انت بتعمله مش الكلام اللي انت بتردده وخلاص، سواء كان هنا او هنا او هنا او هنا. من الاخر ما تلغيش كتير، اشتغل وما تلغيش، ما تهريش، ما توجعش دماغك في اي حاجه فاضيه، خليك في شغلك وركز في شغلك بعيدا عن الافكار او الرغي او الكلام الفاضي اللي مش هتكسب من وراء اي حاجه، ولا هيودي ولا هيجي.